أهلا فيكم أصدقائي، يوم جديد، تحديات جديدة، وأكيد لازم أذكركم كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تشاركوني بكل إجاباتكم، وأنا وريمبو رح نحاول قد ما نقدر نساعدكم لحتى تزيد فرصتكم وتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. تذكروا أصدقائي أن هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن فاوتشر مقدم من ويندر باس لعائلة مكونة من 4 أشخاص، وهي رحلة للاستمتاع بالمغامرات البرمائية ونقطة العودة، نقطة الانطلاق والعودة من مركز برجمان الموجود بإمارة دبي. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. أصدقائي، ريمبو وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو ناطحة سحاب بارتفاع 828 متر يحوي على 160 دور منقسمة بين شقق ومكاتب وفنادق، ويقع في منطقة الخليج التجاري في دبي. ما اسم أعلى ناطحة سحاب في العالم شيدها الإنسان وتقع في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي السؤال. هو ناطحة سحاب بارتفاع 828 متر ويحتوي على 160 دور منقسمة بين شقق ومكاتب وفنادق، ويقع في منطقة الخليج التجاري في دبي. ما اسم أعلى ناطحة سحاب في العالم شيدها الإنسان وتقع في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ سؤالنا كتير سهل، أكيد كلكم عارفينه. مين رح يكونوا أول الأصدقاء المشاركين معنا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وتواصلوا معنا من خلال الاتصال على الرقم الموجود قدامكم. سؤال ريمبو اليوم كتير كتير سهل، رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو، أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني، أكيد عرفتي الجواب صح؟ إيه. شو؟ برج خليفة. بدون مساعدة كمان صح؟ بدون. أوكي، شكراً إلك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو، أهلا وسهلا، كيفك يا صديقتي؟ مرحبا، الحمد لله. سهلا، خبريني فاطمة شو الجواب؟ برج خليفة. أكيد هي عشان رحته. زرتي البرج؟ يا سلام. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة. مثل ما سمعتوا، حليمة وفاطمة قالوا برج خليفة، يا ترى صح او خطا؟ ما بنعرف، بس فعلا السؤال كثير 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 سهل، وخصوصا سكان الامارات لازم يكونوا عارفين الجواب ومتاكدين منه، لانه مو بس سكان الامارات بيعرفوه، كل العالم بيعرفوا اسم هذا البرج. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو، رنيم؟ ايه. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيحة. الحمد لله، كيف الدراسة؟ اوكي ولا مو كثير؟ لا اوكي. كيف كانوا الدرجات؟ الحمد لله كله منيح. الحمد لله. يا سلام، برافو عليكي. خبريني رنيم، عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ برج خليفة. اكيد؟ حدا ساعدك؟ البابا، الماما؟ للأسف صديقتنا رنيم سكرت الخط، بس أنا متأكدة إنه ما حدا ساعدها لأن السؤال كتير سهل. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم. هلأ أنا خبرتكم البرج بأي إمارة موجود، وأكيد عم بستنى منكم ترجعوا تعيدولي هذا البرج شو اسمه وبأي إمارة موجود وشو ما بتعرفوا كمان معلومات عنه، أكيد أنا وريمبو جاهزين دايما نسمعكم. فكروا كتير منيح، لسه معنا وقت، تقدروا إذا ما كنتوا متأكدين وبتحبوا تتأكدوا من المعلومات، أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم ومن جوجل، اللي أكيد أكيد رح يعطيكم الجواب بشكل سريع والجواب الصحيح. اتصال جديد ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك عذيبة؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ برج خليفة. أكيد صح؟ أكيد. أوكي، مين رح يشارك؟ موزة وسيف وسعيد. يلا أوكي. ألو، موزة؟ سيف. سيف، كيفك اليوم؟ الحمد لله. سيف أنت بالمدرسة ولا لسه ما بلشت الدراسة؟ الجواب؟ تهرب من المدرسة. برج خليفة. اوكي، مين كمان؟ ما رحت المدرسة لأني مسوي عملية. سلامة قلبك، إن شاء الله بكرة بتقوم بالسلامة وبتروح المدرسة وهيك بتكون طالب مجتهد. مين كمان رح يشارك؟ مين؟ سعيد، موزة، مين؟ موزة.
اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني موزه شو الجواب؟ شكرا لك صديقتي. يلا سعيد. الو الو سعيد. الو يا اصدقائي وينكم؟ سعيد، هنية، سارة، آمنة. يلا يا اصدقائي. الو مين؟ آمنة. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني آمنة شو الجواب؟ خليفة. أكيد. شو؟ ألو. ألو. مين معي؟ هنية. أهلا وسهلا هنية، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ برج خليفة. في حدا كمان رح يشارك؟ ما بعرف شو. سارة. أوكي. سارة يا سارة. سارة. ألو. أهلا سارة، كيفك اليوم؟ برج خليفة. شكرا. في حدا كمان؟ لا خلاص. يا سلام، خلاص. شكرا لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم، إن شاء الله تكون صحيحة. برج خليفة، يعني الشي اللي قالوا لنا برج خليفة ورنيم وحليمة وفاطمة، بتوقع كتير قربوا الإجابة، وهو أصلا السؤال كتير سهل. فكروا كتير منيح أصدقائي، استغلوا الوقت والفرصة إنه هذا السؤال سهل، واتصلوا فينا وخبروني شو إجاباتكم. ومثل ما بقولكم دايما، كل ما تواصلتوا معنا أكتر كل ما بتزيد فرصتكم لتدخلوا معنا السحب وتكونوا من بين الرابحين. وتذكروا هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن رحلة برمائية بتبدأ وبتنتهي من مركز برج مان الموجود بإمارة دبي. فكروا كتير منيح أصدقائي. للأسف الشي اللي كانوا آخر المشاركين معنا لهذا السؤال، بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: ما اسم أعلى ناطحة سحاب في العالم شيرها الإنسان وتقع في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ والجواب أكيد صح، برج خليفة. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، إجاباتكم كانت صحيحة. ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول: ثاني أكبر صحراء في العالم، وتحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية بين أربع دول، وهي السعودية واليمن وعمان والإمارات، ويقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضي السعودية، وهي خالية من النشاط البشري لقسوة الطبيعة فيها. ما اسم ثاني أكبر صحراء في العالم؟ رح كرر عليكم كمان مرة، اللون الأزرق بيقول: ثاني أكبر صحراء في العالم، وتحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية بين أربع دول، وهي السعودية واليمن وعمان والإمارات، ويقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضي السعودية، وهي خالية من النشاط البشري لقسوة الطبيعة فيها. ما اسم ثاني أكبر صحراء في العالم؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، وتواصلوا معنا من خلال اتصال على الرقم الموجود قدامكم. مين رح يكون أول مشتركين؟ شكلوا معنا اتصال. منقول ألو. ألو. أهلاً أهلاً. خبريني حليمة، عرفتي شو الجواب؟ أه. شو؟ صحراء الربع الخالي. مساعدة ولا أنت بتعرفي المعلومة؟ لا أنا أعرفها الجغرافيا. يا سلام، شكراً لك. آه ما خبرتيني كيف كانوا درجاتك. أوكي؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب فاطمة رح تشارك كمان؟ إيه. أوكي. ألو. أهلا أهلا، خبريني بالأول كيف درجاتك؟ لازم أطمن عليكم. لا خمسة. نعم. هم؟ درجاتك كيف كانوا؟ أوكي. أنا؟ إيه. كلية خمسة. آم خلصة. يي يعني أنت أكبر الأصدقاء اللي بيشاركونا. إيه. أهلا وسهلا فيكي. خبريني فاطمة، لازم تكوني عرفتي الجواب ولحالك وبدون مساعدة. الخالي. أكيد. مليون أكيد. يا سلام، شكرا لك فاطمة، أكيد شكرا لحليمة. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أمادة بلي. ألو. ألو. مرحبا، مين؟ أهلين. عذيبة. عذيبة، أهلا وسهلا. أهلا. عذيبة، تسمعوني من التليفون وتوطوا شوي صوت التلفزيون لأنه ما عم بقدر أسمعكم بوضوح. أوكي إن شاء الله. اوكي خبريني شو الجواب؟ الصحراء الربع الخالي. اكيد اكيد. مين كمان؟ موزه. موزه يلا. الا اهلا موزه، خبريني شو جوابك؟ صحراء الربع. صحراء الربع. اوكي
الضح خالي. شكرا لك. يلا تمام. سيف. الو سيف، بكل حماس قلي شو الجواب. شعر الخالي. شكرا لك. مين كمان؟ سعيد. يلا. الو اهلا سعيد، قلي صديقي شو جوابك. شعر ربع الخالي. اوكي مين كمان؟ امنه. هنيه. ساره. ساره ما سمعت صوتها اليوم. الو مين؟ امنه. الو الو الو. شكله انقطع الاتصال مع الشله. قدرت اخذ تقريبا جزء من اجاباتكم لانه كلكم ما شاركتوا كلكم، بس انا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم. باقي هنيه وامنه وساره. اكيد انا وريمبو عم نستناكم. اتصال جديد وبنقول الو. الو مرحبا، مين معي؟ اسمي زهراء إحياء. اهلا وسهلا فيكي زهراء، شكلك اول مره بتشاركينا صح؟ صح. اوكي، تعرفيني عن حالك، من اي اماره عم تحكي معنا وقد عمرك؟ من إمارة الفجيرة. وقد عمرك؟ عمري 11 سنة. العمر كله يا زهراء. قدرتي تعرفي شو الجواب؟ ايه. شو؟ الربع الخالي. حدا ساعدك ولا انت لحالك؟ لا لحالي. شكرا لك زهراء، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. انا وريمبو اكيد بنتمنى تكوني صديقة البرنامج ودائما تتواصلي معنا. كمان اتصال ومنقول الو. الو مين معي؟ اسير. اسيل، كانه من زمان ما شاركتي معنا؟ ايه من زمان. كيفك؟ الحمد لله. انا وريمبو اشتقنا لك. خبريني. اسيل، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ ايه. شو؟ صحراء الربع الخالي. كانه هيك في صوت هيك عم يساعدك؟ صح؟ ايه. مين؟ ماما. الله يخليها وشكرا لك اسيل، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكوني نجمه الاسبوع وترجعي تصيري صديقه البرنامج وتتواصلي معنا دائما. اصدقائي، اغلب الاصدقاء اللي شاركونا كانت اجاباتهم صحراء الربع الخالي. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو رنين. ايه. شو الجواب؟ صحراء الربع الخالي. اكيد. ايه. شكرا لك يا صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. كمان اتصال ومنقول الو. مين؟ سارة. سارة أهلا وسهلا، خبريني قدرتي تعرفي شو الجواب؟ صحراء الربع الخالي. أكيد أكيد. أوكي في حدا رح يشارك؟ هنية. يلا. ألو أمنة ولا هنية؟ لا أعطي. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني أمنة شو الجواب؟ الربع الخالي. أكيد. باقي هنية رح تشارك؟ يلا تمام. ألو أهلا أهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، خبريني هنية شو جوابك؟ الربع الخالي. شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ نجمة الاسبوع افنان وبيان وينكم؟ انا وريمبو عم نستناكم. صديقتي يارا، فرح لينا وحمزة كمان. انا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم، ما سمعت صوتكم اليوم. فكروا كثير منيح يا اصدقائي، كتفوا اتصالاتكم. للاسف بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال. وانتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما اسم ثاني أكبر صحراء في العالم؟ والجواب أكيد صح، صحراء الربع الخالي. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا. أكيد بدي أذكركم مثل كل مرة تكتفوا اتصالاتكم وتشاركونا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول هو ثاني أطول نهر في العالم من حيث الحجم والعمق، يقع في أمريكا الجنوبية ويملك أكبر حوض تصريف ويعتبر أغزر نهر في العالم، يبلغ عدد روافده ما يزيد عن 1100 رافد. ما هو ثاني أطول نهر في العالم ويقع في أمريكا الجنوبية؟ رح أرجع أكرر عليكم سؤالنا،
هو ثاني أطول نهر في العالم من حيث الحجم والعمق، يقع في أمريكا الجنوبية ويملك أكبر حوض تصريف، ويعتبر أغزر نهر في العالم، يبلغ عدد روافده ما يزيد عن 1100 رافد. ما هو ثاني أكبر نهر في العالم ويقع في أمريكا الجنوبية؟ كل معلوماتنا لليوم أصدقائي الجغرافية، لهيك فكروا كتير منيح. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا حليمة، خبريني عرفتي شو الجواب؟ نهر الدانوب. أكيد. شو؟ مش يسبي؟ شوفي الدانوب أعتقد مو بأمريكا، الدانوب بأوروبا. شو؟ بدي مساعدة شوية. سيرش سريع على جوجل، ثاني أطول نهر بالعالم. شو رأيك؟ شو؟ أوكي؟ شكلها هلا عم تعمل سيرش ولا شو؟ أعطيكي وقت ترجع تصليلي؟ أوكي تمام، شكراً لك حليمة وشكراً لمشاركتك. أكيد أنا وريم عم نستنى مشاركتك كمان مرة لتعطيني جوابك النهائي اللي إن شاء الله يكون صح. يعني حليمة قالت لكم دانوب، قالت لكم المسيسيبي، في اختيار ثالث ما بعرف مين من الأصدقاء ممكن هيك يتصل فينا ويخبرنا شو الاختيار الثالث. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم، إذا ما كنتوا عارفين الجواب تقدروا طبعاً تطلبوا مساعدة من الموجودين معكم، وكمان مثل ما قلت لكم سيرش سريع على جوجل ما هو ثاني أطول نهر في العالم رح يعطيكم فوراً الجواب. فكروا أصدقائي، ثاني أطول نهر في العالم يقع في أمريكا الجنوبية. يلا يا أصدقائي، هذا الاسم كتير مألوف بالنسبة إلنا، يعني اسم النهر حتى سهل كتير وأكيد سامعين فيه. يلا ويكن أصدقائي، لا تخلوا ريمبو يتحداكن أبداً، المعلومة سهلة بس بدها منكن هيك شوية تركيز وتسألوا وتتأكدوا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مين؟ أسيل. أهلا وسهلا أسيل، خبريني قدرتي تعرفي شو الجواب؟ نهر الأمازون. أكيد أكيد. ماما ساعدتك؟ إيه. شكرا للماما وشكرا لمشاركتك أسيل، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، نهر الأمازون. صار عنا ثلاث اختيارات، شوفوا أنتوا أي الاختيار الصحيح واتصلوا فينا وشاركوني إجاباتكم. يلا يا أصدقائي، مين غير حليمة وأسيل رح يحاولوا يتصلوا فينا؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. عذيبة. أيوة. أهلا وسهلا، خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ نهر الأمازون. أكيد أكيد. كيف عرفتي، من أسيل ولا من؟ لا من أسيل. من أسيل؟ ألو. أوكي شكراً لك عذيبة، مين كمان رح يشارك؟ شلة. ألا موزة ولا سيف؟ ألا موزة صح؟ إيه. أوكي خبريني موزة شو الجواب؟ نعم ألوان. شكراً لك يا صديقتي، يلا مين كمان؟ ألو سيف؟ ألو سيف ولا سعيد؟ سيف. سيف خبرني بكل حماس شو جوابك؟ نهر الأمازون. شكرا لك صديقي، يلا مين كمان؟ الو 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 سعيد. اهلا وسهلا، خبرني سعيد شو جوابك؟ نهر الأمازون. اكيد نهر الأمازون. شو اكيد؟ طب يلا اوكي مين كمان؟ هنية امنة. نهر الامازون. طب مين، هنية ولا امنة؟ هنية. اوكي مين كمان رح يشارك؟ امنة. الو اهلا اهلا امنة، أهلين. خبريني شو الجواب؟ نهر الامازون. اكيد اكيد. باقي سارة. ايوه الو الو. ايوه سارة خبريني شو جوابك؟ نهر الأمازون. أكيد أكيد. شكراً لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم كمان مرة، كان الجواب نهر الأمازون، يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف، لازم نستنى نهاية الوقت لحتى ريمبو يخبرنا شو الجواب الصحيح. أنتم بهالأثناء أصدقائي أكيد لسه معكم شوية وقت تقدروا تفكروا تسألوا وتعملوا هيك بحث سريع عن الثاني أطول نهر في العالم. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ معي ماريا. أهلا وسهلا فيكي ماريا، اسمك كتير حلو، خبريني من وين عم تحكينا؟ من الفجيرة. أهلا وسهلا، طب قد عمرك؟ عمري 10 سنين. العمر كله، خبريني ماريا قدرتي تعرفي شو الجواب؟ إيه. شو؟
نهر الأمازون. كأنه في حد عم يساعدك. صح صح. ماما؟ لا أخي. شكرا كثير له. اكيد شكرا لمشاركتك ماريا. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. كمان مره نهر الامازون. يا ترى انتهى الوقت اصدقائي للاسف. وكان الختام مع ماريا لهذا السؤال. طبعا سؤالنا كان بيقول ما هو ثاني اطول نهر في العالم ويقع في امريكا الجنوبيه؟ والجواب اكيد صح نهر الامازون. الف مبروك لكل الاصدقاء اللي شاركوا معنا، اجاباتكم كانت صحيحه. ريمبو لسه مخبي معلومه، لهيك لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو جنس من الأسماك يتواجد غالبا في المياه الاستوائية والمتوسطة الضحلة. والغريب أن ذكر هذا الجنس من الأسماك هو الذي يحضن البيض الذي يتلقاه من الأنثى، حيث أن لديه كيس بالقرب من بطنه يحمل فيه البيض، كما أنه يسبح بشكل عمودي وله تاج على رأسه. ما هو الحيوان البحري الذي يسبح وبشكل عمودي؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق بيقول هو جنس من الأسماك يتواجد غالبا في المياه الاستوائية والمتوسطة الضحلة. والغريب أن ذكر هذا الجنس من الأسماك هو الذي يحضن البيض الذي يتلقاه من الأنثى، حيث أن لديه كيس بالقرب من بطنه يحمل فيه البيض، كما أنه يسبح بشكل عمودي وله تاج على رأسه. ما هو الحيوان البحري الذي يسبح وبشكل عمودي؟ أصدقائي المعلومة كتير غريبة وحلوة، لهيك حاولوا تعرفوا شو الجواب وتضلكن متذكرين هاي المعلومة، لأنه مثل ما عم خبركن هي كتير غريبة. إذا ما كنتوا عارفين الجواب أكيد بتقدروا تطلبوا مساعدة من الموجودين معكم كمان من جوجل. فكروا كتير منيح. شوفوا ما هو الحيوان البحري الذي يسبح بشكل عمودي. يعني بتوقع يمكن هو الحيوان الوحيد اللي بيسبح بهاي الطريقة. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو. شكله انقطع الاتصال أصدقائي. أكيد صديقنا أو صديقتنا اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا. أنا وريمبو لسه عم نستناكم، وبتقدروا تخبرونا إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. فكروا كتير منيح، لا تخلوا ريمبو يتحداكم أبدا. رح ذكركم أصدقائي كل ما تواصلتوا معنا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر تكونوا نجوم الأسبوع وتربحوا رحلة برمائية بتبدأ وبتنتهي من مركز برج مان الموجود بإمارة دبي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ زهراء يحيى. أهلا وسهلا فيك يا صديقتي من جديد. خبريني زهراء، قدرتي تعرفي الجواب؟ إيه. شو؟ فرس النهر. النهر ولا البحر؟ فرس البحر. أوكي، أكيد؟ إيه. شكرا لك زهراء، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. زهراء قالت فرس البحر. أنا وريمبو ما بنعرف، يمكن صح ويمكن غلط، بس أكيد رح نعرف الجواب الصحيح بنهاية الوقت المحدد لهذا السؤال. فكروا أصدقائي يا ترى مين غير زهراء رح يشاركنا ويحاول يخبرنا شو الجواب اللي قدر يوصل له. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. عذيبة. أهلا وسهلا عذيبة، خبريني شو جوابك؟ فرس النهر. نهر ولا البحر؟ البحر. اوكي، في حدا رح يشارك؟ يلا موزة. موزة خبريني شو الجواب؟ فرس بحر. شكرا لك صديقتي، يلا مين كمان؟ مين كمان يا اصدقائي؟ سيف. سيف خبرني شو الجواب؟ فرس البحر. سعيد بجوابك. اوكي. سعيد يا سعيد، اهلا وسهلا، خبرني صديقي شو جوابك؟ فرس البحر. اكيد. الو. اكيد. الو هنية. ايوه. اهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ فرس البحر. اكيد صح. اكيد. مين كمان؟ امنه وساره. اوكي. الو. اهلا امنه. ايوه. اوكي خبريني شو الجواب؟ فرس البحر. اكيد. اكيد. يلا اوكي ساره. ألو. ايوه يا صديقتي شو جوابك؟ فرس البحر. شكرا لكم اصدقائي شلتنا الحلوه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. انا بحس هيك السؤال ما بيكمل بدون مشاركه الشله وحليمه وفاطمه وكل الاصدقاء. فكروا كثير منيح اصدقائي. اتصال جديد، كنت بدي لكم سؤال جديد مستعجله. اتصال جديد ومنقول الو. الو. اهلا وسهلا حليمه، خبريني اول شيء عرفتي شو ثاني اطول نهر؟
أصلا عرفته من البداية خلاص. أوكي. أول. طب شو تتذكري؟ الأمازون. أوكي. طيب حليمة عرفتي شو جوابنا هلأ؟ إيه. شو؟ فرس النهر. بحر. أوكي. طب كيف عرفتي؟ جوجل. الله يحفظها. شكرا لك حليمة. فاطمة كمان رح تشارك. فاطمة. ألو. أهلا وسهلا. خبريني صديقتي شو جوابك؟ فرس البحر. أكيد. كنت بدك تقولي النهر. كنت بدك تقولي النهر؟ لا البحر. أوكي. شكرا لكم حليمة وفاطمة. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. فكروا كتير منيح يا أصدقائي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. كأنه أسيل صح؟ إيه. أهلا وسهلا من جديد. خبريني أسيل شو جوابك؟ فرس البحر. أكيد. أكيد. شكرا لك يا صديقتي. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة أسيل وتكوني نجمة الأسبوع ومن بين الرابحين. أكيد لتقدر تكوني من بين الرابحين لازم تكملي مشاركتك معنا لليوم. مشكلة إنه اليوم فرصتكم الأخيرة لتدخلوا السحب لهذا الأسبوع. إن شاء الله تكوني من بين الرابحين. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وتذكروا إنه الجائزة هي رحلة برمائية بتبدأ وبتنتهي من مركز برجمان الموجود بإمارة دبي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. رنيم. ايه. اهلا وسهلا. خبريني شو الجواب؟ فرس البحر. اكيد. ايه. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ لا مساعدة. مين ساعدك؟ ماما. شكرا للماما وشكرا لك رنيم. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. يا ترى رنيم رح تكون اخر الاصدقاء المشاركين ولا في حدا رح يلحق هيك على السريع يتصل فينا؟ يلا يا اصدقائي فكروا 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 كثير منيح واستغلوا الوقت لسه معنا دقيقة تقريبا. فكروا كتير منيح وكثفوا اتصالاتكم شاركوني إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تكونوا من بين الرابحين معنا. فكروا أصدقائي يلا يلا بسرعة. معلومة كتير حلوة وغريبة لازم تعرفوها. هلأ بس ينتهي الوقت وخبركم شو الجواب. لازم تخلوها دايما ببالكم دايما تتذكروها وتعرفوا أنه هو الحيوان البحري الذي يسبح بشكل عمودي. يلا مين لسه من الأصدقاء؟ يلا يا أصدقائي اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. موري. ألو. ألو. عليا أحمد المنصوري. أهلا وسهلا فيك يا عليا. منين عم تحكينا؟ من أبو ظبي. خبريني بسرعة شو الجواب؟ فرس البحر. شكرا لك عليا. انت كنتي اخر المشاركين معنا لهذا السؤال. للاسف انتهى الوقت اصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هو الحيوان البحري الذي يسبح بشكل عمودي والجواب اكيد صح فرس البحر. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا. كل اجاباتكم كانت صحيحه. ريمبو لسه مخبي معلومه وحده بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. تذكروا تفكروا كتير منيح وتتواصلوا معنا لحتى تكونوا نجوم الأسبوع. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو. لا كمان خلينا نشوف شو مخبي كمان. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي وهاللون بيقول اسم يطلق على اليرقة المنتجة للحرير وتكون عادة صفراء اللون. أما بالنسبة للأنثى فهي تموت بعد وضع البيض مباشرة بينما يعيش الذكر لفترة قصيرة بعد ذلك. يتخلل أعمارها 5-4 مرات صياما حيث ينسلخ جلدها بعد كل فترة صيام بسبب كبر حجمها. وبعد الفقس ب6 أسابيع تتوقف اليرقة عن الطعام لتقوم بنسج الشرانق. ما هو الاسم الذي يطلق على اليرقة المنتجة للحرير؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بي. اسم يطلق على اليرقة المنتجة للحرير وتكون عادة صفراء اللون. أما بالنسبة للأنثى فهي تموت بعد وضع البيض مباشرة بينما يعيش الذكر لفترة قصيرة بعد ذلك. يتخلل أعمارها 5-4 مرات صياما حيث ينسلخ جلدها بعد كل فترة صيام بسبب كبر حجمها. وبعد الفقس ب6 أسابيع تتوقف اليرقة عن الطعام لتقوم بنسج الشرانق.
ما هو الاسم الذي يطلق على اليرقة المنتجة للحرير؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، اليوم ريمبو عم يعطينا معلومات كتير حلوة وقيمة، فكروا كتير منيح. شو اسم اليرقة المنتجة للحرير؟ هو الاسم متداول كتير وأكيد كمان مارق عليكم. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا صديقتي، خبريني شو الجواب؟ ردت لقى. أكيد؟ أكيد. مين معي؟ أنت مو حليمة صح؟ حليمة. حليمة ليش صوتك بعيد؟ أوكي فاطمة رح تشارك؟ أوكي. ألو؟ أهلا فاطمة، خبريني صديقتي شو الجواب؟ دودة القلب. أكيد مليون أكيد. يا سلام، شكراً لكم حليمة وفاطمة. أكيد أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم نهار الخميس. دودة القز كان جواب حليمة وفاطمة. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو ألو. شكراً قطع الاتصال أصدقائي. أكيد أنا وريمبو عم نستنى محاولاتكم مشاركاتكم من جديد، فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. مين اسم الأصدقاء رح يشاركونا؟ ما هو الاسم الذي يطلق على اليرقة المنتجة للحرير؟ يا ترى مين غير حليمة وفاطمة رح يشاركونا كمان؟ شلة فرح وحمزة ولينا رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو فرح، أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. وينكم اليوم؟ صرنا بآخر الحلقة. شو؟ كنت مفكر عندنا حرباب. أوكي. طيب فرح شو الجواب؟ دودة القز. أكيد. أكيد. لينا وحمزة حيشاركوا؟ بس لينا، حمزة نايم. أوكي. ألو ألو. أهلا أهلا، كيفك يا لينا؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني عرفتي شو الجواب؟ القز. القز صح؟ صح. شكرا لك لينا وأكيد شكرا لفرح، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وخبروني شو إجاباتكم لآخر سؤال كان مخبيكم يا ريمبو لليوم. تذكروا إنه هاي فرصتكم الأخيرة لحتى تشاركونا اليوم وتدخلوا معنا السحب نهار الخميس لحتى تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. مين كمان من الأصدقاء؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا عذيبة، خبريني شو جوابك؟ دودة القز. أكيد أكيد. شكرا لك، مين كمان؟ سيف. يلا. ألو. أهلا سيف، قلي شو الجواب؟ دودة القلب. أكيد؟ موزة بالشام. أوكي. موزة. ألو. يا موزة، أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ دودة. أوكي. أهلتي. شكرا لك صديقتي. جوابك. أوكي. أهلا سعيد، إلي شو جوابك؟ دودة القلب. شكرا لك صديقي، مين كمان؟ ألو. آمنة. أيوة. ولا هني آمنة. أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ دودة القلب. ومتأكدة صح؟ أكيد. هنية وسارة. أيوة. يلا. ألو. هنية. أيوة. خبريني شو جوابك؟ دودة القلب. وأكيد صح؟ أكيد. وبالأخير سارة. ألو. أهلا أهلا سارة، قولي لي شو جواب؟ دودة القلب. شكرا لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم، إن شاء الله تكون صحيحة وتكونوا كلكم نجوم الأسبوع من بين الرابحين معنا. لازم اثنين يربحوا لحتى الكل يقدر يروح الرحلة. فكروا كتير منيح أصدقائي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أسيل، أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ دودة القلب. طب كيف عرفتي؟ ماما عرفتني. أوكي، شكراً للماما كمان مرة وشكراً لمشاركتك معنا صديقتي أسيل، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم. صديقتي ياري ما سمعت صوتك اليوم، أكيد أنا وريمبو عم نستناكي، وكمان نجمة الأسبوع صديقتي أفنان كمان عم نستناكي أنا وريمبو. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. وكمان الأصدقاء اللي شاركونا اليوم، عليا من أبو ظبي، أكيد صديقتي لسه فيكي كمان تشاركينا وتخبريني إجابتك. مين كمان؟ زهراء.
فكروا يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم واستغلوا الوقت القصير اللي باقي للحلقة أو للسؤال لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تكونوا نجوم الأسبوع وتدخلوا السحب نهار الخميس. ما هو الاسم الذي يطلق على اليرقة المنتجة للحرير؟ أغلب الأصدقاء اللي شاركونا كانت إجاباتهم أو كلهم كانت إجاباتهم دودة القز. يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت. للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال أصدقائي، ريم، وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو الاسم الذي يطلق على اليرقة المنتجة للحرير؟ والجواب أكيد صح، دودة القز. ألف مبروك للي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. أصدقائي هون بيوصل مشوارنا معكم للنهاية، لا تنسوا تشوفونا نهاية الخميس بنفس الموعد لحتى نعرف يوم شو مخبي معلومات ومفاجآت. هلا وقت نقلكم باي باي.